إلى الستارة على الدورة 34 لمهرجان الفيلم العربي فاميك بفرنسا، واللي كان برعاية روتانا وغيرها من الرعاة الرسميين. تنافست الأفلام المشاركة في المسابقة حول جوائز المهرجان، فالجائزة الكبرى حصل عليها الفيلم المغربي إنديفيجن للمخرجة ليلى الكيلان، أما جائزة الصحافة فحصل عليها الفيلم التونسي وراء الجبال للمخرج محمد بن عطية. جائزة لجنة التحكيم للشباب حصل عليها فيلم نزوح للمخرجة سؤدة كعدان. كذلك جائزة الفيلم الوثائقي حصدها الفيلم الجزائري نون بارلون بلو لسيسيل كندريا، أما جائزة الجمهور فقد نالها الفيلم المغربي أنيماليا للمخرجة صوفيا علوي. والجدير بالذكر أن المغرب كان ضيف شرف الدورة 34 وقد تم تكريمه، وذلك في إظهار تضامن المهرجين معه ودعمهم له في مشاريع إعادة الأعمار.